بعد هالبريك اللي سمح لكم تصوتوا لمحمد، جورج، زكية وسابرينا المصممين، ونحن ناطرين نعرف رأي اللجنة الحكم بفساتين العرس اللي شفناها قبل الإعلان. بنبدأ مع أول مصمم. جورج، بتتفضل أمام اللجنة الحكم تنسمع رأي السيد سليم مزنر. مساء الخير، منحب نعرف تعليقك على تصميم جورج. مساء الخير أنابان. جورج فستان اللي عمله كتير حلو، كتير مرتاحة فيه وخفيف وفيه فرح. بفتكر بنهار عرسها العروس، هذا نهار لإلها، لازم تحس إنه بتقدر تعمل كل شيء، تمشي ترقص، ما تكون متنكرة. وعجبني كتير فستان جورج. شكرا لك. مشاهدينا، بدي اذكركم انه جورج نوميني هالاسبوع، واذا بدكم اياه يبقى صوتوا له. نحن بانتظار العلامات. شكرا لك جورج وجود لك. محمد، تفضل على وسط البلاتو. سيدة مي منسة، مساء الخير. مساء النور. شو ملاحظاتك؟ أنا لاحظت بالأول أنه محمد عنده أفكار، عنده خيال، كان نمنم كتير إشياء بهالفستان مثل تقطيع الزهور ورشهم. لكن بدي أقول له شغلي لمحمد، لما العروس بتروح على زواجها بتحب ما تتعثر بفشختها، لأنه بحسوها رايحة غصب عنها، لازم تكون مرتاحة بقى. وسع لها شوي هالفستان تتروح وهي مرتاحة يا محمد. شكرا. شكرا إليك. فكمان بذكر أنه محمد كمان نوميني هالأسبوع، وأيضا بحاجة لتصويتكم مشاهدين. شكرا لك محمد وجود لك. ميرفا، تتفضلي على وسط البلاتو. سيدة نيكول شامي، اهلا وسهلا فيك. بونسوار. شو رايك بتصميم ميرفا؟ يعني انا بشوف انه مش صدفه اذا ميرفا وصلت لقبل النهايه، لانه فستانها كثير حلو، كثير ناعم، وهو هدف ميرفا اكيد انه كل بنت بدها تتجوز تشوف هالفستان يطلع على بالها تقيسه. وبفتكر انه في كثير بنات حابين يقيسوا هالفستان. شكرا لك. كثير حلو، ناعم كثير. برافو. سيد يوسف سباهي، بتحب تضيف شيء؟ اولا احب اقول ان الفور فاينلست اللي وصلوا للتوب مودلز للنهارده مبروك، لانه ان هم وصلوا للنهارده يبقى معناه ان هم فعلا كلهم تالنتد وعندهم كرياتيفيتي. ميرفت يمكن الكاميرا ما وريتش قوي ان في بنطلون تحت الفستان، فيا ريت لو ما يترفع شويه. شفناه. اوكي، فهي انا بشوف ان ميرفت يمكن من اكتر واحده في ضمن الفور ديزاينرز كرييتيف وعندها جراءه، وده مهم جدا للديزاينرز. فجود لك. شكرا لك. شكرا لك ميرفت. اخر ديزاينر، جاسلين، تفضلي على وسط البلاتو. انيس مريال انجلوبولو، مساء الخير. بونسوار. هاي جوسلين. انا بدي اقول انه فستانها لجوسلين اليوم كثير كثير اليغان، يعني بتصور اي عروس بتستحلي هيك فستان، خاصة انه اشتغلت هالتافتا دو سوا الانفير ساتان اللي هو فريمون كثير شيك لفستان عرس. انا بلاقي مع البايات البرودي على الصدر مع ديكولتي كثير حلو. وبدي اضيف شغله انه اوكي لاين كثير سمبل وكلاسيكال وحلوه وبتنلبس، في ترافاي دو ماتيير كثير حلو بالورد العمل بالظهر، وهيدا بتصور هو كل الموديل بالفستان، وهيدي التوش تبع جوستين الحلوه. ثانك يو. شكرا لك. سيده مي منسة، بنحب كمان نعرف تعليقك على تصميم جوستين. الفستان مريح،
في شغل، في عظمة هالفستان، لأنه أولاً القماش في عظمة، قماش الستان اللماع. بعدين دخلت له هالأبليك الحلوين بالزهور، يعني كيف ما برمت العروس بتلاقي أنه هالفستان عم بيلفت النظر. هيدا الحلو فيها أنه دارت حول الفستان وخلقت لكل زاوية فيه، خلقت له فكرة. برافو، شكراً لك. شكرا لك جوسلين، وشكرا لاراء اعضاء اللجنه الحكم. الاسابيع عم بتمر ومعها عم نتعرف يوم بعد يوم على شخصيه كل عارضه بميشن فاشن، وعلى مدى تجاوبهم وتطورهم مع الدروس اللي عم يتلاقوها وكيفيه تقديمهم للازياء المصممه. منتابع بهالروبورتاج تقصير فساتين العرس على عارضاتنا الاربعه، قبل ما نرجع نستقبل الفنانه كارول سميحه باغنيه مجنونه. الحكاية كلها ابتدت بموضوع الأسبوع ده، فستان العروس. أول شيء الفستان بده يكون حسب أحلامك. فستان عرس واحد بأي بنت بحلم بالعرس الكبير والزفة الكبيرة والأبيض والناس والعالم مصورين. مماريه au bord d'une plage avec des bougies. نحن عم نحكي عن العروس، بدنا كمان نحكي عن العريس. تأثرت وقتها كانت عم تحكي إنه العريس بدهم يجوا ياخذوا العروس من بيت أهلها، وأنا أهلي منهم معي، وصار لي سنة مش شايفتهم، فتأثرت كتير. بس ما افتكرش انتقلت عدوة البوكا كمان لصف مايافا. وحاولت مايافا تعالج الموضوع بطريقتها، وحاولت تهزر كتير كتير، وقالت انها اكيد هتدبر عريس الذكيه. مودي يور فيرست فيانسي اف هي دازنت ورك تو هاف يو سيف. وهو ده كان تاثير فستان الزفاف علينا. خلينا نشوف هيبقى تأثيره إيه على لجنة الحكم؟ ربنا يستر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي جيت كأنك يعني من تعمل شي، نفس الكلام الماضي عم تحكي، بدك غرامك ارجع اعلق فيه، والغلطة ارجع عيدها.